انتوما ديروا انتوما ما تساعدوا. وخصوصا في علاقتي مع جلالة الملك في هذه القضية الأخيرة، راه فين تضيع وقتهم هذوما؟ فين تضيع وقتهم؟ نحن فاهمين وعارفين شنو كيعني جلالة الملك. جلالة الملك الإخوان جا قبل الدستور، راه جا هذه 4 القرون. النهار اللي هذه الأسرة العلوية تولات الرئاسة ديال هذه البلاد، بلا دستور، بلا حقوق الإنسان، بلا حتى شي حاجة، بالبيعة، وهاد البيعة راه مازالت موجودة، وهي موجودة في المرجعية الإسلامية التي نعتز نحن بالانتماء إليها أولا وقبل كل شيء، وعلاقتنا معها مبنية أولا وقبل كل شيء على هذا الشيء، وهاد العلاقة هذه هي واحد العلاقة اللي محكومة بالمنطق ديال المرجعية الإسلامية، اللي مبني على النصح، مبني على النصح، مبني على السمع والطاعة، لأن الله هو اللي قال لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واللي قالها لنا، ولكن كذلك الطاعة في المعروف. ولهذا هذه المحاولات كلها هي اللي كيديروا باش يشوشوا بيننا وبين جلالة الملك ستذهب السودان. لأن جلالة الملك هو ما غيفرطش في الدين، وحنا ما غنفرطوش في جلالة الملك، لأنه هو أمير المؤمنين، وهو الذي قال تولى أنه بصفة المحاولات يعني شي مرة يلقاو شي عبارة شي بلاغ ديالنا إلى آخره يكبروا، ولكن راه حنا يعاود ثاني، حنا القرن 21 اليوم، وراه كاين بيننا وبين الدولة دستور، والدستور فيه الوضوح الكافي، فهمتيني ولا لا؟ في نفس الوقت اللي حنا متمسكين بالحقوق ديالنا اللي كاينة في الدستور، في نفس الوقت نحن على ولائنا لجلالة الملك. هذا إخواني هذا المسار المعتدل اللي تيقول عوض الصراع التعاون، واللي تيقول الحقوق بالأمانات، والواجبات بالحقوق بالعدالة، والواجبات بالأمانة، هذه المبادئ ديالكم التي تصرعوا حتى للحزب بيني وبينكم، هذه المعاني، هذه المرجعية، هذه الثقافة، هذه التربية، كاين الناس بغاوها. أنا وياكم والسياتين والإخوان والأخوات ديالنا، حنا سيدي ما بغيناش لا الصراع، هو في الحقيقة ما بقاش دابا الصراع، دابا بقات المقالب. راني حشمت منكم ولا لكم بالدارجة. بقات المقالب، واش ماشي مقلب؟ حزب كان عنده 300,000 ولا عنده 2 بليون وشحال ديال الأصوات بلا ما دار والو، ياك هو كان في الحكومة 10 سنين، قال كانت الحكومة ما دارت والو، إذا أنت هو ما دار والو، إذا ديالها شهد أكثر من 10 سنين، إذا منين جاب هاد 2,300,000 ديال الأصوات؟ منين جابها؟ منين لا شوف خلي الناس كل واحد يجاوب، هذا مقلب من المقالب، مقلب دار العدالة، يا راه ولكن واش قدرتي تغيروا العداله والتنميه؟ واش باقي الناس ديال العداله والتنميه متشبتين بالمرجعيه الاسلاميه؟ واش باقي متشبتين بالديمقراطيه الداخليه؟ واش باقي متشبتين بالحريه في الصف ديالهم؟ لن تهزموا باذن الله. باقي متشبتين بالدوله ديالهم؟ باقي متشبتين بالملك ديالهم؟ ولهذا انا اليوم اخواني ما جيتش باش نطول عليكم، انا جيت ورا لغينا اليوم الامانه العامه باش نحضر معكم، انا جيت باش نقول لكم استمروا، حاولوا تطبقوا هذه المبادئ ديالكم وهذه القواعد ديالكم، حاولوا تطبقوها، حاولوا الله يجزيكم بالخير، تكونوا منكم يعني مجموعات اللي تفكر في الواجبات، الحقوق هذه طبيعية راكم تتهضروا عليها وأنتم في هذا تشبهون كافة النقابات، ولكن أنتم ما كتبتزوا، ما كتاخذوا فلوس، ما كديروا حتى شي حاجة، وهذا الشيء باين، واللي بغى يتحاسب معنا يتحاسب معنا، يختار من طرف، أيما رجل وأيما امرأة ويختار ويسولوا شنو عنده.
شنو عندهم يقول لهم منين جبتي هذا الشيء؟ حنا مستعدين لهذا الشيء ديال من حين لك هذا كامل اولنا واخرنا وانسنا وجنا حتى هو لك. الدرهم الاخير انتينا ولا لا؟ بقاو تابعين المعاش الاجتماعي وخليو 17 مليار ديال الدرهم. هذا ماشي دابا كيقول بونابرت، هذا دابا كيتسناو علينا. انهم يسخرون منا كشعب كشعب. هاد الناس هادو اللي خدامين بهذه الطريقه، هاد المقاليب وهاد الاعلاميين ديالهم، هاد الاعلاميين ديال لا الفاس كيقول واحد الكلمة يشويني فيك، هاد الإعلاميين ديك، واحد فيهم البارح واحد التعبان مخشي من ديك الأحداث المغربية، قال لك هو ما غيتكلم حتى على حاجة في البلاغ ديالنا غيمشي غير لهاد القضية ديال الإعلاميين، حنا كنعتزو الإعلاميين اللي معقولين، وخا كينتقدو، حتى حنا كنستحقو النقد، وتنتقبلو النقد، ولكن ماشي معقول هاد الكلام هذا. ويجي تناقش شوف الاعلاميين كيفاش منهم اللي كان دائما ضدنا ولكن اليوم لم يجد اي تغضاض باش يقول هذا بلاغ في المستوى المطلوب والرفيع والذي يشارك الحياه السياسيه ويشارك الاحزاب المغربيه. الكاتب يقول انه كذا وكذا وكذا. راه انا نقول له بهذو هاد بغينا نقولوا هاد لا هذه واحد الخلطة، هذه واحد الخلطة فيها التحكم هي الأولى، التحكم من جهة، ومن جهة أخرى فيها المقالب والألاعيب مقابل الأموال ومقابل الامتيازات ومقابل أشياء لم يكن يحلم بها بعض الأشخاص، ومن جهة أخرى فيها إعلام مأجور مرتزق متصهين. حنايا ما 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 بكل صراحة ما يمكن ليناش نديروا الدولة ديالنا، حنا مع الدولة ديالنا. حنا مع الدولة ديالنا، لا يمكننا ندير الدولة ديالنا، ولكن لا شفنا شي وزير مال ذات اليمين أو مال ذات الشمال أو بالغ في موقف معين ولم يراعي، لم يراعي أن ذاك الوقت الناس جالسين كيموتوا وكيت يقولوا راه هذا سيسيء إلى بلادنا وسيسيء إلى دولتنا وسيسيء إلى ملكنا، كنقولوا شي كلمة على قد الحال، وهذيك الكلمة تكاد تمر ولا يراها أحد، ولكن إذا شاء الله نظهرها فإنه يظهرها. ولهذا اليوم الإخوان ديالنا المغرب في حاجة إليكم، بلدكم في حاجة إليكم، اصمدوا في مواقفكم، اجتهدوا في القيام بواجباتكم. انا نقول لكم واحد الطريقه ديال النصر، اذا كنتم معلمين ولا اساتذه ولا اطباء ولا مهندسين ولا موظفين ولا عمال ولا ارباب العمل ولا اي شيء، خرجوا من العيوب ديال الاخرين. انتم كونوا كتقوموا بالواجب ديالكم مزيان وكتخدموا بالنيه، اقسم لكم بالله حتى تولوا انتم هما الرؤساء، تنحب لكم بالله تنعطيكم ضمانة ديالي بعد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول العاقبة للمتقين، ستكونون رؤساء في الدنيا، وإن لم تكونوا رؤساء في الدنيا ستكون لكم العاقبة عند الله، وهي التي جمعتنا أول مرة، وهي التي تتركنا نتحرك إلى اليوم ونصبر ونستمر. وخا هذا الشيء اللي تيوقع لنا، بلادنا هذه، بلدي وإن جارت علي عزة وقومي وإن ظلموني كرام، فخص الإخوان ديالنا يفهموا المسؤولية ديالهم. راه ماشي هذه القضية الإخوان أنه شي واحد فيكم يوليو في مجلس المستشارين، ماشي هذا مزيان بطبيعة الحال، الإنسان يقول لك يا روح 10 ولا 15000 درهم يولي 30 درهم، شكون اللي كره؟ سمحوا لي أنا إلا كتقول لي أنتم كتكرهوا هذا الشيء غنشك فيكم كاملين. راه عبد الجوزي رحمه الله هو اللي قال من ادعى انه لا يحب الدنيا فهو عندنا كاذب حتى يثبت صدقه، فاذا ثبت صدقه فهو احمق. هذا الشيء ما عندنا مشكل، تكون نواب في المجلس المستشاري ولا في مجلس النواب ولا تكونوا رؤساء ديال الجماعات ولا تكونوا مستشارين
ولا تكونوا وزراء، ولماذا لا؟ ما تكبرش علينا. هذا رئيس الحكومة، راه كان وزير تحت الرئاسة ديالي، ما عنده باش يتنبخ علينا. كان وزير تحت الرئاسة ديال السي سعد الدين العثماني، وهذا وزير الخارجية، أنا اللي اقترحت على سيدنا. إيوا، هذا الشيء. دابا خرجونا كانوا يكبروا، مبارك ومسعود أسيدي. وديروا الربح. ديروا الربح البلاد فوق. والو لحد الآن ما قنعتي وحد. بغيت غير نعرف هذه المليون اللي صوتات عليكم فين هي؟ علاش ما تخرجش دابا دير المظاهرات لصالحكم؟ علاش باش ديروا المؤتمرات كتمشيو تخباو في الغابات؟ إلا كانت عندكم الرجل ديروا المؤتمرات قدام الناس بحال اللي كنديروا حنايا، واجيو قدامهم فهمتيني ولا لا؟ زعما كتظنوا هذاك الذباب الإلكتروني اللي مسلطينو عليا فين ما قلت شي كلمة يبقى تابعني، هذاك زعما غادي يغير الموقع؟ هذاك الذباب الإلكتروني أنا كنتحداه، إلا كان راجل يقول شكون هو ويجي يتحاور معايا قدام الناس، أنا مستعد نتحاور معاهم كاملين نجمعهم كاملين، ما كاين مشكل. الإخوان عارفين إيش غادي يديروا، بارك عليكم.